أنت تتعرض إلى أغواط ونتائج أعمالك الغلطة يتصل إلى بابك ويحرقك، تقول لي والله جيراني كانت سبب لفتح الباب أو قام بولع هذا النار. فأنت النار موجود بداخل بيتك تنولع فيك وبس تتقرب عليك. طبعا هذا هو التصرف المتوقع لمجموعة وانت فرحان قوي انه رئيس السلطة القضائية اي تتبعين عضو بالكونغرس يريد يخلي ضمن القائمة. يا اخي هاي الوطنية المشتركة، هذا عراقي، هذا رئيس سلطة قضائية، يجي عضو كونغرس مرتشي يشترى ويباع من قبل الصهيونية، يريد يرع ابن بلدك رئيس السلطة القضائية مالتك على قائمة عقوبات وتتحدث بهذا المنطق شنو؟ يعني إذا تكون تابع خليه يكون مستقل، أي واحد هذا الرأي شخصي. ومن يقول ما مستقل؟ أنت رئيس حكومتك مستقل؟ أنت مستقل؟ أنت شرعا تكون تابع لدولة إقليمية، ولكن إذا بالنظام العالمي والنظام يعني ترى الاتهامات سهلة، أنا أقدر أقول أنت تابع لدولة إقليمية تمام دكتور تدخل تقول حبيبي ما مسموح لك أن تتهم رئيس السلطة القضائية بتابع لدولة إقليمية. التدخل هذه بابا هذا ابن العراق، تعرف شنو ابن العراق؟ احنا مو تابعين لإيران، افهم وانت غيرك ما يفهم. احنا عراقيين اصحاب ارث، اصحاب ثورة 20، اصحاب حضارة،